جريد 4 معاكم مس ايمان سيد من قناه مسلمين. ان شاء الله النهارده جريد 4 هكمل معاكم، هنعمل كده ريفايز على يونت، على ليسون 3 في يونت 3، هنعمل ليسون هنعمل ريفايز على ليسون 3 وناخد ليسون 4. بس بيفور اي ويل ستارت اور ليسون توداي اي وود لايك تو سي دونت فورجيت تو ميك شير لايك سبسكرايب تو ماي شانل. بس يا ريت ان شاء الله قبل ما ابدا الدرس بتاعي يا ريت ما تنسونيش الشير واللايك سبسكرايب للقناه عشان اوصل لكم كل الفيديوز الجديده، عشان اوصل لكم كل الفيديوز الجديده. انه ان شاء الله النهارده جريد، ان شاء الله النهارده جريد 4، هشرح لكم من الملزمه، وطبعا لينك الملزمه انا كنت بعته قبل كده ليكم. ان شاء الله هيخلص الليسون وهسيب لكم لينك الملزمه اللي انا هشرح منها النهارده، عشان الليسون عشان الدرس كان في كتاب المعاصر ما كانش واضح، فانا جبت يعني بوكلت كده هشرح منه، وهسيب لكم اللينك بتاعها على الـ في الـ في الـ في الدايركت بوكس تحت عشان تتابعوا معايا وتحلوا الاسئله على الـ على الليسون على التو ليسونز اللي هناخدهم منها. تعالوا بقى بصوا معايا هنا يا جريد 4، هنطلع بقى مع بعض كده هنشوف بقى النهارده هناخد ايه. النهارده فاكرين انتوا فاكرين احنا لما خدنا يونت 3، افتكروا بقى معايا كده لما خدنا ليسون 3 اهو قدامنا، وكنا واخدين حاجه اسمها سيد، اتكلمنا عنها وقلنا الفوكاب بقى بتاعتنا كان في عندها كلمه بولين اللي هي لقاح، ويند رياح، فيول اللي هو الفرو، كلمة عندها كلمة فلوت يطفو، هنا عندها كلمة كلين ينظف، تانك اللي هو خزان لايك ذيس ذا تانك، بايب ماسورة، روت اللي هي جذع. طيب وكان في اذر فوكاب كده احنا المفروض ان احنا كنا نحفظهم زي كلمة بليس. طبعا الكلمات دي مطلوب منكم يا جريد 4 تكتبوها، يعني يا ريت كده وتبقى معاكم نوت بوك كده وفي ايديكم وتكتبوا الكلمات دي، لان الكلمات دي مطلوب منكم حفظها. عندنا كلمة بليس، سيتس، طبعا الكلمات دي اكيد انتوا خدتوا زيها في جريد 3، فبالنسبه لكم الكلمات مش صعبه يعني. يعني احنا عندنا كلمه بليس اللي هو مكان، سيتس بذور، لايت هنا ضوء، وممكن لايت بتيجي برضو بمعنى خفيف اللي هي حاجه اوبوزيت بتاع هادي، بس هنا جايه بمعنى ضوء. فيري جدا، ستيك يلزق، يوجوالي عاده، ديرتي قذر او متخذ، هيلب يساعد، هومز منازل، دوز يستخدم، كوك يطبخ، ماني كثير، طب قمة، ووش يغسل، نيوترينس اللي هي المواد الغذائية، سم اللي هو سم اللي هي ايه بعض، عندي كلمة نيوترينس عندي كلمة نيوترينس نيوترينس اللي هي مواد غذائية، عندي كلمة سم. تعالوا بقى هنا بصوا معايا يا جريد 4، هنا عندنا الدرس بتاع الفيربس اللي هو فاكرين لما كنا بنقول استخدام الريجولار فيرب والريجولار فيربس. طب ده طبعا هنا بيقول لك ميك مي، دي ايه ريجولار؟ دي الريجولار، لان ايه؟ لان الفيرب اتغير خالص، ميك الباست بتاعها ميد، كين كود، لكن انا عندي لما اقول كلمه موف يبقى دي ريجولار ولا ايريجولار؟ لا دي ريجولار، ليه؟ عشان زودت لها بس اي دي. طب كان في سم اكسبريشنز في الليسون ده المفروض كنتوا تبقوا عارفينها، زي كلمه travel away from اللي هو يغادر بعيدا، take the seeds with him ياخذ البذور معه، float on water يطفو على الميه، dirty water اللي هي ماء عكر، clean water هو ماء نظيف. طيب هنا كان بيكلمني هنا عن how do seeds move to new places to grow، ازاي البذور بتروح مكان تاني عشان تنمو. A plant produces pollen، هو طبعا بيدي ايه؟ اللقاح، يعني النبات بينتج لحاح. يبقى plant produces pollen in a flower، بيدي حبوب اللقاح في الايه؟ في الفلاور. These seeds are very light، طبعا السيدز دي بتبقى ايه؟ خفيفه. It uses pollen to move new seeds، طبعا هو بيستخدم اللقاح ده عشان يصنع بذور جديده. The seeds travel away from the plants، البذور دي بتغادر النبات. The seeds need a new place to grow، السيدز دي محتاجه مكان تاني عشان تنمو. بعد كده بيقول لك some seeds can move in the wind، بعض البذور دي بتتحرك مع الرياح. some seeds can stick on an animal skin، بعض البذور دي بتلتصق بجلود الحيوانات. some seeds can float on water، دي مهمين جدا نتكلم الحاجات دي يا جريد فور تعرفوا. seeds can move in the wind، بتنتقل في الرياح. seeds can stick on an animal skin، بتلتصق
بجلد الحيوان some seeds can float on water، يعني ايه بتطفو على الميه. طب تعالوا نبص بقى مع بعض، these seeds are very light، الحبوب دي ايه خفيفه. The animals move and take seeds with them، الحيوانات بتتحرك وبتاخد البذور دي معاها. These seeds are usually big and light، بعض البذور دي بتبقى كبيره وخفيفه. اوكي طب انت طبعا مديك كده الاكزامبلز عليهم اهي في الصور اللي قدامنا دي، اللي هي هنا اللي هي كانت الاولانيه اللي هي بتاعت الويند اللي هي دي، another one اللي هي بتبقى على ستيك بتاعت الانيمالز اهي اهي، وبعدين الاخيره اللي هي ايه سيت اون ايه فلوت اون ايه اون ووتر اهي. هو طبعا بيوريكم طبعا من خلال البيكتشرز عشان يعني لما تشوفوها يعني ايه وانت بتحل كده يبقى عندك ايماجين ده بيحصل ازاي. تعالوا بقى نبص هنا مع بعض، how can reeds clean water، ازاي البوز ده بينظف الميه. تعالوا نبص مع بعض ازاي الكلام ده بيحصل. Plants can help us in many ways. طبعا النباتات بتساعدنا بعدة طرق. For example, some plants can clean the dirty water. بعض النباتات بتخلي المية العكرة دي نظيفة. We use water in our homes for many things. بنستخدم المية في بيتنا لأسباب اللي إيه؟ في أشياء كتير. We cook with water. إحنا بنطبخ بالمية. Wash our hands. إحنا نعمل إيه؟ بنستخدم الوتر ليه؟ To cook with إيه water. Wash our hands. إن إحنا نغسل إيدينا. Take shower. إن إحنا ناخد إيه؟ يعني ناخد دوش يعني. When dirty water leaves a house، لما المية العكرة بتبقى موجودة في بيتنا، it goes in a big pipe. طبعا بتنشف ايه الأنبوبة ايه الكبيرة. In some places the pipe takes the dirty water to a special tank. يعني بيقول لك ان هو في بعض الأماكن ان المواسير دي بتاخد المياه العكره دي وتحطها في ايه في تانك كده مخصوص. ليه بقى؟ at the top of the tank there are reeds، اللي هو top of the tank اللي هو بيبقى فيه ايه البوز ده. the roots of the reeds clean the water، البوز ده بيعمل ايه clean the water. the plants cells in the roots، الخلايا النباتيه في البذور make nutrients for the plants، بتعمل الايه الخلايا النباتيه في بذور النباتات بتعمل مصنع غذاء للايه النبات. Farmers can use the clean water to grow fruit and vegetables. طبعا انتوا فاكرين لما استخدمنا كلمه grow قبل كده في يونت 1 وقلنا ان هي معناها يزرع مش ينمو، يعني هنا كانوا بيستخدموا الميه النظيفه عشان يزرعوا ايه fruits and vegetables. هنا بيوريك التانك كده شكله عامل ايه، ادي الريتس ادي الجوس ادي الكلين ووتر ادي الديرتي ووتر المياه العكره وادي البايب المفروض. هنا بنقول لك ايه، هنا بنقول لك ان عندنا طبعا في هنا بيورينا ان في عندنا هنا بعض الحاجات اللي هي الايه ان السنجولار ناون لازم يبدا بايه او ان. طيب هي ان اللي هي ان دي اللي هي احنا قلنا بنستخدمها مع حروف الباولز اللي هي الاي والتي والاي والاو واليو. اوكي طبعا ده هنا هو ليسننج، طبعا هو مش ده يعتمد الدرس ده يعتمد على الليسننج. طيب this is a beautiful، ممكن انا اقول a beautiful plant انا ما سمعتهاش بس ممكن اقول beautiful plant. Some seeds can space on own water. طبعا انا فاكره الدرس ان هو ايه float on ايه float on ايه on float on the top on the top of the, float on ايه float ايه float on the water float on the water. Some seeds float on the water. هنا هي المفروض float. We can breathe the oxygen. How can space how can read clean the clean water. Read اللي هو how can read clean the water. ازاي how can reads clean the water، ازاي الريدز بيعمل الميه. تعالوا نبص مع بعض، هنا عندنا بقى ايه choose the odd words. طبعا انت قدامكم هنا كلمات وفي كلمه غريبه هنشوفها. هنا عندي كلمه cook عند pollen اللي هو لقاح make move. طبعا تلاقوا كلهم كده لو حسيت كده تلاقوها ايه verbs. اوكي تعالوا بقى كده هنحلها كده مع بعض، وهسيب لكم برضو بعد ما اخلص هعمل له ديليتد عشان عايزاكم تدخلوه بعد كده ما اديه لكم هوم ورك. طب الكلمه اللي هنا ايه تبقى ايه بولن. بولن ليه؟ لان كل دول فيربس، هي دي بولن اللي الكلمه غريبه. ووتر جوس تي يبقى الكلمه هنا تبقى غريبه ايه فلاور. هنا عندي فرايداي ساتردي جانيوري وينزداي، طبعا جانيوري ده ايه مانث، يبقى دول دايز ده ايه مانث، لان دول دايز ده ايه مانث. اوكي مانث يعني ايه شهر. هنا بقى عندي ايه ووش سيد فالينج روت، طبعا الكلمه هنا اللي هتبقى الكلمه اللي ايه الاوضه اللي هتبقى ايه ووش. اوكي ادينا كده احنا عرفنا ايه الكلمات. تعالوا بقى نحل مع بعض كده الاكسرسايز اللي بعده.
وطبعا انا هسيب لكم بقى الهوم ورك تحلوه برضه عشان تسيبوا لكم از هوم ورك تحلوه عشان تتعودوا ان انتوا تحلوا. تعالوا نبص مع بعض. بيقول لك a plant produces ايه؟ احنا لسه قايلين palm. Some seeds can stick on animals ايه؟ fuel. طبعا استحاله air واستحاله استحاله اي واستحاله اي fuel. The seeds which move in the air is very اللي هي السيدز الموف هتبقى هيفي رونج هتبقى بيج رونج. طبعا هي عشان تمشي حتى في يعني بيولوجيك كده هي عشان تمشي في ان ذا اير هتبقى لازم تكون ايه لايت اهي سام بلانت سام سيت ايه ار ايه اللي هي ايه موف ان ايه الاير از فيري ايه لايت. احنا كنا لسه قايلينها دلوقتي لو تفتكروها. Very is very light. هي فيري فيري لايت يعني طبعا ان هي لو هي هيفي مش هتعني هي المفروض ايه هي ار يوجوالي بيج اند لايت. هي ايه ممكن تبقى بيج ولايت. طبعا هي في عندكم بيج هنا هي بيج اند لايت هي ممكن تكون بيج سيت ويتش موف ان ذا اير از ايه فيري ايه هي المفروض بيج ولايت بس هو طبعا المفروض خلاص نقولها لايت هو المفروض ما يجيبلكش اتنين مع بعض يعني اي ايت سبيس ايج فور بريكفاست اي ايت هنا طبعا هي مش هنا سنجل وهنا عندي ده حرف باول هختار ايه؟ ان. سلمى بوت فيس بوك يسترداي بوت ايه؟ طبعا هو سنجلر ينفع اقول ذيس؟ ينفع اقول ان؟ لان انا طبعا انا ده عندي كونسنت نوت ايه باول استخدم لها ايه؟ اي. برافو عليكم شاطرين يا جيت فور انا سامعكم وانتوا بتتكلموا انتوا شاطرين خالص يا جيت فور. وات از ذيس؟ اتس ايه؟ ذيس از انا اقولها كده ذيس از ايه؟ ممكن تقول ذيس از او ات از ممكن تمشي كده يعني نقول مثلا ممكن اقول هنا ذيس از A tank. ده tank. كده ممكن اقول it is او ممكن اقول this is. This is a tank. ده ايه tank. Tank اللي هو ايه خزان. This is a tank. This is ايه this is انا شايفها ايه pipe. Like this. Sorry, my handwriting is not clear, but I will try to make my handwriting clear. If you don't read it well, okay. These are trees. These are trees. These are trees. Okay. These are trees. These are leaves. These are leaves. ليفز اللي هو ايه ورق شجر. اوكي هي كده حددت لكم ان الايه الاكسرسايز ده بس برضه انا هسيبه لكم اذا هم بتحلوه برضه يعني احنا مش معنى ان انا حليت يبقى انتوا ما تحلوش لا طبعا هدي لكم في الدايركت بوكس تحت اللي هم بتحلوه وطبعا اللينك بتاع الملزمه هيبقى موجود معاكم عشان تنزلوا الملزمه وتحلوا فيها. طبعا البوك بتاع المعاصر موجود عندكم برضه في الشانل عشان الناس اللي عايزه تخش معايا وتتابع تدخل وتتابع. اوكي بص هنا بقى معايا تعالوا نحل الكومبريهنشن اللي قدامنا دي. طبعا بيجي لك في الامتحان بيجي لكم في الامتحان حاجه اسمها كومبريهنشن تكست وعليها كوتشرز وطبعا انتوا بتختاروا من يعني الكوتشرز بتبقى موجوده قدام التكست موجوده قدامكم والكوتشر موجوده. وطبعا السؤال ده انتوا اكيد مش غريب عليكم لان انتوا خدتوه في الجريد 3 برضه وهو هيستمر معاكم طبعا لحد ايه بعد كده. يعني سؤال الكومبريهنشن ده بيجي انسين وبيجي مش معروف يعني بس طبعا هو طبعا عشان عارف ان انتوا يعني صغيرين فهو بيجيب لكم حتى لو جابوا 50 بيجيب من نفس الكابس اللي انتوا بتاخدوها في اللي احنا بناخدها طول الايه during the year يعني طول السنه. ريتس اللي احنا طبعا عارفين البوز دي ريتس ار بلانتس هي نباتات that grow near the river بتنمو بالقرب من النهر and help us make a clean environment وبتساعدنا ان احنا نخلي البيئه بتاعتنا نظيفه. We can use reeds to clean the dirty water. احنا بنستخدم البوز ده عشان نخلي الميه نظيفه. That we use in our houses for اللي بنستخدمها for we use it in our houses for cooking
للطبخ، washing hands لغسل ايدينا، and taking a shower. They are very helpful. طبعا الريدز ده يعني بيقول لك ان هو عشان بينظف الميه ويخليها نظيفه، بيبقى هو ايه حاجه يعني ايه، يبقى نبات متعاون يعني. زي برضه احنا قلنا مين برضه الهيلبفول اللي احنا قلنا اللي هو ايه، سبايدرز اللي هو بياكل الايه الانسكت من اللاند، فاكرين؟ ريدز هيلب اس ميك ا سبيس انفايرمنت، ميكس ايه كلين انفايرمنت. ذا وورد دي ريفيرز تو ايه، تو ايه بيبول ووتر ريدز. طبعا احنا كل الكلام ده عن ايه، ريدز هيحط عند ايه ريدز. طيب وير دو ريدز جرو، الريدز بقى بيعملوا فين ايه، نير ذا ريفر اهو، نير ذا ريفر. طيب what do reeds do for us، الريدز دي بتعمل لنا ايه، clean ايه، clean the dirty water، the clean the dirty water، هي بتعمل لنا ايه clean the dirty water، بتنضف لنا الميه ايه. طيب طب تعالى هنا سؤال بانكتويت. طيب سؤال بانكتويت، انا قلت لكم حاجه يا جريد 4 وقلناها في جريد 3 برضه، ان احنا بنعمل ايه، بنحط كده خط على الكلمه اللي هنصلحها. طبعا هو ده كويتشن، المفروض هنا في ايه كويتشن مارك، يبقى هنا في كوتش مارك، ودي المفروض تكتب ايه كابيتال لتر، وانتوا بتحلوا لازم تعملوا كده الخط عشان تعرفوا انتوا هتصلحوا ايه. خلاص يعني لو حطينا، لو عملنا كده هنعرف نطلع سؤال بانك تويت صح. اوكي، والبانك تويت سواء انت بتاخد كونكت او كونكت بلس، هو واحد في الاثنين عشان حد ما حد مش فاهم يبقى فاهم. اوكي، سؤال البانك تويت واحد خلاص في كل حاجه، واحد هو. تعالوا بقى هنا ناخد لسن فور بقى، بيقول ايه مين فيكتور، بعض الايه المصطلحات الاساسيه. طبعا احنا عندنا حاجه اسمها بلانت سيل اللي هي الخليه النباتيه، كلوروبلاست طبعا اتكلمنا عليها لاست بلاس طبعا، بس طبعا انا كنت شويه ما وضحت لكمش قوي. طبعا النهارده الدرس طبعا هيبقى من خلال البوكلت اللي بنشرح منه، هيبقى اوضح بكتير، فيا ريت تذاكروا منه بقى، يعني هيبقى الدرس اوضح وهتبقى معاكم الكويشنز بحيث ان انتوا تقدروا تفهموا اكتر، لان انا حسيت ان في الكتاب المعاصر فيه شويه يعني ايه الموضوع مش نوت كلير، وطبعا نوت اندرستاندبل مش هتعرفوا تفهموه اكتر. هنا البوكلت هنا يعني ايه عامل ايه اكسبلاين فيري كلير اكتر، يعني ان هو شرحه بطريقه احسن. بلانت سيل اللي هي خلايا نباتيه، كلوروبلاست اللي هي بلاستيكات الخضراء، اكسجين اللي هو اكسجين، كربون دكسيد ثاني اكسيد الكربون، مايكروسكوب اللي هو الميكروسكوب، بيوتيك ملايين. تعالوا بقى نبص هنا، عندنا هنا دي ان ايه انفورميشن، معلومات وراثيه. بارت بص، سان لايت ضوء شمس، بريس يتنفس، بيبوز لأن، كار سيارة، بارك حديقة أو مدرسة، فول رائع، important مهم، أوتسايد خير، وإنسايد الأوبزيت بتاع إيه داخل، إير هواء، سيتي مدينة، فاكتوري فاكتوري اللي هو مصنع، فاكتوري الثانية فاكتوري اللي هي إيه معركة، لكن هنا فاكتوري فاكتوري اللي هو مصنع، فاكتوري بالإف زي لايك إف لابسيش، فاكتوري فاكتوري، هاوس أبارتمنت، هاوس اللي هو بيت، أبارتمنت شقة، بيبول ناس. طب عندك كلمة clean clean، need needed، use used. طبعا دي regular ولا regular؟ لا دي regular ليه؟ عشان هتطلع اي دي clean need use. طبعا لو جيت قلت لكم مثلا ايه go went يبقى دي ايه regular verb، make made، drink drink يبقى دي ايه دي irregular، لكن احط اي دي بس يبقى ده ايه regular اللي هو فعل عادي. تعالوا انا مع بعض هنشرح في درس ساينس كده عن البلانت سيل. A plant is made of millions of A cells، تتكون من ملايين الايه السيلز الايه الخلايا. The plant cells are very very small، البلانت سيل دي بتبقى يعني صغيره صغيره جدا يعني. Chloroplast makes the plant green، البلاستيدات الخضراء بتخلي النبات ايه اخضر، اسمها chloroplast. You can only see them with a microscope، تستطيع ان انت ترى البلاستيدات دي باي ايه بالميكروسكوب. The green plant cells make food for plant، اللي هو الخلايا النباتيه دي هي بتعمل الايه الاكل للنبات. They use sunlight, carbon dioxide and water، بيستخدموا sunlight, carbon dioxide and water في عمليه هتاخدوها اسمها ايه photosynthesis. اوكي، طب هنا عندي كلمه nucleus اللي هي نواه، chloroplast اللي هي البلاستيدات الخضراء، vacuole اللي هي العصاره النباتيه، اسمها العصاره النباتيه، cell wall اللي هو جدار الخليه. تعالوا هنا نبص مع بعض الكلام ده، تعالوا نقرا مع بعض كده. بيقول لي هنا بقى ايه، how can plants clean air، ازاي البلانت بينقي الهواء. بص بقى من هنا جريد 4 هنا الدرس ده يوريك ازاي ان النبات بينقي الهواء. people need oxygen so we can breathe، هو الناس بتحتاج الاكسجين عشان تتنفس. in our cities the air polluted، في المدن بتاعتنا الجو بيلوث ليه؟ because in of
فاكتورز اند كوست. ليه؟ طبعا بسبب تلوث المصانع والعربيات. There is a lot of carbon dioxide in the air. في كتير من الكربون دايوكسيد في الهواء. Plants take carbon dioxide from the air. النباتات بتاخد الكربون دايوكسيد من الاير. The plant cells need carbon dioxide to make nutrients. Nutrients اللي هي المواد الغذائية for the plant. The plants also make oxygen. البلانت طبعا بيعمل الاكسجين. Plants in our houses and parks give us oxygen. البلانتس في البيوت والمنتزهات بتدينا الاكسجين to breathe يعني ايه؟ عشان نتنفس. In some cities like Paris and Milan, في بعض المدن زي باريس وميلان. ميلان دي في ايطالي، باريس اللي هي ان ايه فرانس، في فرنسا. People are growing plants, بيزرعوا نباتات on apartment buildings, في المباني بتاعتهم، في الشقق. ليه؟ These plants keep the buildings cool and help with air pollution. طبعا بتساعد ان هي تخلي الجو يعني لطيف يعني، وان هي طبعا بتساعد على تغطية الهواء ان هو ما يبقاش مغلق. The people who live in the buildings can breathe cleaner air. الناس اللي هي بتعيش في المباني طبعا بتستمتع بجو ايه، بتعرف تتنفس هواء ايه نظيف. تعالوا نبص بقى، كربون دايوكسيد طبعا ده الكربون دايوكسيد ايه؟ A gas in the air that plants use to make their oxygen. يعني هو دلوقتي طبعا الاكسجين ده دينجر، الكربون دايوكسيد ده دينجر، فهي البلانت ايه؟ takes it to make and ايه؟ takes it to make food and give us ايه؟ oxygen. بيدينا الاكسجين، بيمتص ثاني اكسيد الكربون وبيدينا الايه؟ الاكسجين. Oxygen again in the air that people need to breathe. اللي هو الاكسجين ده هو الجاز الناس بتاخده عشان ايه؟ تاكل ايه؟ للتنفس. طبعا هنا بنتكلم طبعا عن البلورال، الاسم البلورال او الاسم الجمع. طبعا هنا عندك كلمه بوي، بويز، نزود لها اس. بوك، هنا بوك، عندها بوك بوكسز، هنا بوكسز. طبعا هنا في مس برانتي، هي بوكسز تحط لها اس، يعني هنا البوك دي هتحط لها اس، هنا تبقى بوكسز. طب هنا عندي سيتي، البلور بتاعها سيتيز، فاكتوري فاكتوريز، في اي اس اي اس. في بقى هنا كلمات بتفضل زي ما هي، اذا كانت شيب وفيش بيبقوا ايه؟ البلورال ازن اسين، الاثنين زي بعض. عندنا هنا كلمه وايف، وايف وايف يعني زوجه، وايف زوجات. ليف ورق الشجر، ليف اوراق الشجر. تعالوا هنا نبص مع بعض على الاكسرسايز اللي قدام ده. We need a space to see plant cells. عشان نشوف الخلايا النباتية لازم نستخدم ايه؟ جريد فور مايكروسكوب. We need space to breathe. احنا بنحتاج كلنا عشان نتنفس، كلنا بنحتاج ايه؟ اكسجين. يعني برافو عليكم شاطرين. The air in big cities is ايه؟ Because of factories and costs. لسه قايلين بوليوت، بس حضرتك كلهم بتقولوا بوليوت كمسكينات. Space is a gas in the air that green plants use to make فود. لسه قايلينه، الجاز اللي هم بيستخدموا النبات عشان يعمل جرين فود اللي هو ايه؟ ايه؟ كربون دايوكسيد. اهو اهي، لسه بيقول لك بلانت كربون دايوكسيد مات فود اهي، بلانت اهي اهي كربون دايوكسيد. يبقى الجاز اللي هو ايه؟ اللي هو البلانتس يوز ايه اسمه ايه؟ كربون دايوكسيد. There are three spaces in our cells. Three ايه؟ factors. طبعا هي عشان هنا دم. طبعا هي بيقول لي ميت، هنا عندي اكسجين، كربون دايوكسيد، بليوتد كلوروبلاست. Is a gas that plants need to make food, is a gas people need to freeze, make the plant green, millions of cells means something is dirty from cars and factories. تعالوا الحين بقى مع بعض الاكسرسايز اللي قدامي ده. هنا بنقول اكسجين، الاكسجين طبعا احنا عارفين لسه قايلين ان هو ايه؟ نيد اهي. يبقى انت تعمل كده، يبقى this one by this one، يبقى number B is number one. طيب عندي كربون دايوكسيد، مالو كربون دايوكسيد؟ is a gas، is the gas اهي number one. ايه نمبر 2 از نمبر ايه؟ جاز ذات بلانتس نيد بلانتس نيد تو ميك فود، اللي هو بياخدوا ايه؟ هو عن كربون دايوكسيد، سان لايت اند ايه؟ كربون دايوكسيد، سان لايت اند ايه؟ ووتر، اللي هم بيستخدموا بيعملوا ايه؟ فوتو سانسز. بوليوتد، بوليوتد ايه مينز ايه؟ بوليوتد مينز سمثينج از ديرتي فروم ايه؟ فروم كارز اند فاكتورز. نمبر 3 از نمبر ايه؟ كلوروبلاست، اللي ميك ايه؟ ميك ذا بلانت ايه؟ جرين. تعالوا هنا بقى، انا عايزاكم بقى من خلال طبعا انا هسيب لكم الفور سنتس دول تكتبوه، انتوا عندكم ال لسه الرساله اللي احنا لسه واخدينها اهي دلوقتي. طبعا انتوا هتكتبوا الكلام ده عنها، تكتبوه في فور سنتس، حاولوا انتوا بقى تكتبوها يعني، فكروا كده وتلاقوا نفسكم تكتبوا. انا طبعا احنا اتكلمنا عنها فوق خلاص. تعالوا بقى نبص مع بعض. ذا بلانت سيل، هنا عندنا مان بوكاب برضه، هنا في البلانت سيل هنا عندي كلمه
هنا سويم يعوم، سلايس شريحة، سوان سوان دي اللي هي بقعة، سليبرز شبشب، سويتش افتح الكهرباء، سليب ينام، سويت سويت حلوة، سويب يكنس. عندك كلمة هنا 100 اللي هي 100، 1000، مليون، بليون، بليون دي اللي هي بليون اللي هي فيها كم زيرو، 1 2 3 4 5 6 7 6 3 3 6 6 and 6 12 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لا هي 3 3 6 6 3 9 يبقى هنا 9 ايه 9 0 كده دي البليون. في انا عندي هنا المليون اللي هم كام 6 0 المليون، ال 100 2 0، ال 1000 3 0. اوكي تعالوا بقى نبص مع بعض. طبعا هو ليه اللي بيقول لكم عليه، طبعا هو المفروض ان هو يعني عرفكم الحاجات دي، بس طبعا هو متهيألي الحاجات اللي لها علاقه بالمثل يعني متهيألي مش هيجيبها لك قوي، بس لازم تبقى عارفها يعني تبقى عارفها. اما يجي لك مثلا يديك رقم كده ويقول لك تشويس تبقى عارف ده 100، تجيب لك رقم زي كده يقول لك ده ايه تبقى 1000، مليون بليون تبقى عارف بس اشكالهم شكلها عامله ازاي. هنا عندها كلمه دراي جيف، عندي كده فارم مزرعه، 40 40 يير سنه، اجو منذ لاند ارض، نو وان لا احد، دير هناك، نويز ضوضاء، ديفيكت صعب، لايف حياه، راين ووتر اللي هي مياه الامطار، لتر اللي هو اللتر، براود براود يعني فخور، جود جيد، دايجرام اللي هو رسم بين. تعال هنا نشوف هنا وون وانتد، ليف ليف، بلانت بلانت، سيل سول، ورك ورك، ديسايد ديسايد. تعالوا بقى مع بعض هنا نقرا التكست دي ونحل الاكسرسايز اللي عليه. لوكس اند هيز فارم. لوكس ليفز اون ا فارم ان ذا يونايتد ستيتس. لوكس بيعيش في مزرعه في الولايات المتحده. اتس ا فيري سبيشال فارم، هي مزرعه مميزه او مزرعه يعني ايه مميزه. 40 years ago the land was very dry. من 40 سنه الارض دي جافه. There was no farm. No one wanted to live there. كان مفيش ولا يعني ما كانش فيها زراعه، ما كانش فيها حد بيعيش فيها. Lots of grandparents lived in the city but they didn't like it. طبعا اجداد لوكس كانوا بيعيشوا فيها ولكن ما كانوش بيحبوها. ليه؟ why they didn't like it. They didn't like the polluted air and noise. They didn't like the polluted air and noise. ما كانوش بيحبوا الضوضاء، تلوث الهواء والضوضاء. They wanted to have a farm. هم كانوا عايزين يبقى عندهم ايه؟ farm. They decided to buy some land. بدأوا يشتروا أرض، بعض الأرض. At first life was very difficult. في الأول كانت الحياة صعبة. They worked very hard and they planted millions of seeds. بدأوا يعملوا بجد ويزرعوا مئات البذور. They used rainwater to water the seeds. They needed about a trillion liters of water a year. طبعا كانوا بيعتمدوا على مياه الامطار في زراعه في البذور، في ان هو يروي البذور. وبعد كده احتاجوا البلايين بليون لتر من المياه كل سنه. They used plants to clean the water. هم كانوا بيستخدموا النباتات عشان ينظفوا المياه. زي ايه فاكرين ما قلنا الريتس؟ هو كانوا بيستخدموا النباتات زي كده عشان ينظفوا بيها المياه. They grow many fruits like oranges and lemons. هم كانوا بيزرعوا فاكهه زي البرتقال وزي الليمون. They brought animals onto the land. طبعا كانوا بيربوا حيوانات في الارض. They planted trees and flowers. وبيزرعوا شجر وزهور. They sold the fruit and animals. وكانوا بيبيعوا الفاكهه دي والحيوانات. Today locust lives on the farm with his mom and dad. النهارده لوكس بيعايش في المزرعه دي مع باباه ومامته. They are very happy. هم سعداء. They have a good life. عندهم حياه جميله. They are very proud of Lotus grandparents. وكانوا فخورين باجدادهم. They use plants to make the land green. طبعا كانوا بيستخدموا النباتات دي عشان يخلوا الارض خضراء. Why did Lotus grandparents plant seeds? ليه لوكس اجدادهم كانوا بيزرعوا السيد. ليه أجدادهم كانوا بيزرعوا السيد؟ ليه كانوا بيزرعوا السيد؟ نشوف ليه اللوكس كان أجدادهم بيزرعوا السيد؟ زي they want to put, they didn't
they wanted they wanted to plant plant seeds. هو كان عايزين يعملوا بلانت سيدز ليه؟ زي because they wanted to have a to have a farm. هم كانوا عايزين يبقى عندهم ايه مزرعه because they wanted to have a a farm. هم كانوا عايزين عندهم ايه فارم. Well, how did Locust grandparents change that? Locust grandparents غيروا الارض ازاي بقى؟ عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ هنشوف بقى هم عملوا ايه؟ هنشوف هم عملوا ايه؟ هم عملوا ايه؟ زي ايه هنقول ايه هنا زي يوز ايه زي يوز درين ووتر تو ووتر ايه ذس ايه هم بيقول هنا بيقول ايه هاو تشينج ذا لاند تشينج ذا لاند يعني ازاي غيروا الارض ان هم زي يوز درين ووتر تو ووتر سيدز زي 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 يو زي يوز رين ووتر تو ووتر سيدز استخدموا مياه الامطار عشان ايه يزرعوا. Why do you think locust likes the farm؟ ايه اللي خلى ايه اللي ايه يعني ايه ايه اللي يخليك تعتقد ان لوكاس كان بيحب الايه الفارم دي ليه بقى ليه because ليه تعتقد ان هو ليه why do you think Lucas likes the farm؟ ليه هو تعتقد ليه؟ لو ممكن اقول بقى ممكن ان هو اعتقد ان هو كان بيحب الارض ليه؟ because they don't like مثلا ايه because they didn't like the polluted air and light. ان هو ان هو عايز ايه؟ يعيش in, they want because they wanted to live in land green and don't go to city to, for a for because city is full of a polluted air and noise. لان كانت المدينه مليانه بالتلوث والايه والضوضاء. So they can they wanted to be they wanted to live in a on green land. ان هم عايزين يعيش في الايه في ارض الزراعه. Let's read let's read one by adding zero. طب هنا عندنا طبعا انتوا عندكم هنا طبعا الايه النمبرز. هو بيوريك هنا النمبرز 1 بعدين عندي 10 بعدين عندي 100 بعدين عندي 1000 بعدين عندي 10000 بعدين عندي 100000 بعدين بعدين عندي هنا عندي 100000 وبعدين عندي هنا مليون 10 مليون 100 مليون هنا عندي بليون. نعدهم تاني كده مع بعض 1 10 100000 10000 100000 100000 مليون 10 مليون 100 مليون and billion. Okay. A billion is 1000 million. البليون المليون ده بيبقى 1000 ايه مليون. شوف حتى هو كان في 3 0. Okay. تعالوا نطلع مع بعض نشوف الاس الاس دبليو والاس ال. في عندنا هنا طبعا ده الفونكس بتاعنا اللي هو زي كلمه سلايس سويم سليبر سوان سليب سويتش سلو سويب سلايب سويت. يبقى هنا عندنا الاس دبليو سويم سوان سويتش sweep and sweep. هنا عندي slice sleeper sleep slow and slow. slap اللي هو ايه slap اللي هو ايه يسطا يسطا كده على الوجه. طب انا هسيب لكم دي برضو انتوا تحلوها طبعا احنا جينا قلنا الوردز هنا انتوا هتحلوها بقى دي لوحدك. تعالوا نحل الاكسرسايز ده. هنا بيقول هنا 100 لتر هنا عندنا 1000 مليون يبقى ايه الرقم هنا الحاجه اللي اود اللي هي دي سؤال وون ليف وورد فورد. طبعا الاود هنا هي ايه فورد جود day year month يبقى عندها day year month يبقى الكلمه اللي هتبقى odd اللي هي good 1 5 10 هنا سيل هي الايه الكلمه الايه الكلمه الاود. طب space is 1000 million ايه اللي هي 1000 million لسه قايلين انا لسه قايلين ايه 1000 million اللي هي billion يبقى هنا ايه billion يبقى هنا ايه billion. طيب there are cows deep on the ايه on the farm في بتعيش they use space to water the seeds. هما زي يوز ايه زي يوز سبيس تو ووتر ذا سي عشان الزرع كان ايه الرين ووتر اللي هي ايه مياه الامطار. There is polluted air and ايه نايز in the city. طبعا هنا الرقم هنا 600 بلس 400 طبعا هنا تبقى ازاي تبقى دي كام هنا ايه هنا 10 وهنحط هنا ايه 400 هنحسبها لكم كده نعملها كده مع بعض هنا 400 بلس
طبعا احنا حولناها خلاص حصه بس، ما بقتش حصه انجلش دلوقتي. كان كان زيرو زيرو هنا كده زيرو زيرو هنا ايه تاني؟ فور براكت، حط نحط الستكس اون ماي مايند، فور على ايدينا اكتر فور فايف اكتر فور هنحط الستكس اون ماي مايند فور على ايدينا اكتر 6 7 8 9 10 يبقى سو هي هاف ايه 10 و2 زيروز بينزلوا، يبقى هنا كده تبقى كام؟ تبقى ايه اساوند، يبقى نختار ايه اساوند. اوكي كده عرفنا ايه، عرفنا الاجابه بتاعتنا خلاص. ادي وريتها لكم تتحل ازاي عشان تعرفوا تحلوها. تعالى هنا بقى بيقول لك ايه، سبيس ان ذا ليك، مين بقى اللي بيسأل؟ هل ينفع اقول سويم؟ طبعا حتى ما تجيش حتى اي سويم ان ذا ليك، انا أقدر. يعني ممكن اقول سبيس ان ذا ليك، ايه اللي هي في ان ذا ليك؟ ينفع اقول اي سويم ان ذا ليك، انا بعوم في البحيره سويم اي ان ذا ليك، ينفع انا اقول امسح البحيره؟ لا اي اي ايه هنا اي اي ايه نقول اي اي هي المفروض ايه اي، بس هي المفروض غلط، هي المفروض ايه، هي المفروض سوين سوين اللي هي بدع ان ذا ليك، لان ممكن اقول اي سويم ان ذا ليك، او ممكن اقول اي سويم ماي مام سبيس ذا هاوس ان ذا مورنينج، هي ايه سواب نوت سلايس ونوت اي سويم. طيب هنا طبعا مديني ايه فيل ان ذا ان ذا ان ذا فيل ان ذا فيل ان ذا جابس، جابس اللي هي الكلمات الناقصه. هنا عندي كلمه فروت بروت، بروت يعني ربي، مليونز المليون، رينبو اللي هو ايه رينبو ده اللي عارفين لما الرين تنزل بيبقى فيه في ميني كالرز كده بتظهر، لاحظوها لما الرين تنزل لما وين ذا رين فول هتبصوا كده تلاقوا في ديفرنت كالرز ده اسمه الرينبو. طيب انت عاوز بص هنا معايا بيقول ايه، ات فيرست لايف ووز ديفكت، في الاول كانت الحياه صعبه، they worked very hard and they planted ايه، they planted space of seeds they planted ايه مليونز، يعني كان ابلانت ايه مليونز هنا مليون، they use space to water the seeds، هنا كانوا بيستخدموا ايه ايه عشان يسقوا، هي على فكره دي غلط، دي مش رينبو، هي رين ووتر على فكره، دي مش رينبو، هي يوز رين ووتر لانها فاكره ان هو كانت ايه رين ووتر اللي هو كان ايه بيستخدموا الايه رين ووتر، دي مش على فكره هنا في مس برانتنج، لان هو كان بيستخدموا ايه رين ووتر اللي هي اللي اهي رين ووتر اللي هي مياه الامطار، على فكره دي مش رينبو دي رين ووتر، عشان بس اعملوا لها كوركتنج هي تبقى رين ووتر، يبقى زي زي يوزز رين ووتر تو ووتر ذا اي سي، زي بلانتد سبيس لايك زي بلانتد ثرو زي بلانتد فروتس لايك اورنجز زي سبيس انيمالز، زي هنا بروت بروت يعني رب. طبعا احنا اكيد احنا خدنا انتوا دلوقتي احنا طبعا احنا قرينا الدرس، طبعا هو هنا جايبها لك حتى جايبها لك ايه جايبها لك هنا اهو ايه از عباره بس ان احنا نكتب، طبعا احنا لو حاولنا ان احنا نكتبها ممكن ناخد مثلا تاخد كلمات حاجات من هنا سنتنس من هنا ونكتبها هنا اهو، وطبعا هو ساعات بيديك جايد ووردز ان انت ايه تكتبها. هنا بيقول لي بقى يوني على يوني 3 بقى نحل كده مع بعض، وانا هسيب لكم بعد كده ايه طبعا ده listening نقول ايه how do we space how we ايه how we ايه how do we grow new plants، احنا نزرع ايه how we grow new plants new tomatoes، ازاي احنا نزرع ايه tomatoes جديد، ده elephant is a space animal is the ايه is the biggest animal هو اكبر plant produce a space in a flower pollen pollen a plant cell makes space for plant makes a plants plant makes a space for plants plant cell makes a locust sleeps on the air on the farm on the farm plant cell makes space a for plant plant cell اللي هي لسه احنا قايلينها دلوقتي اللي هي خلية نباتية makes a for plant نرجع لها تاني بنسل بنسل ماكس ايه فور بلانت ماكس ايه فور بلانت بنسل ماك ايه فود فور بلانت، يا ماك ايه فود فور بلانت هي بتعمل ايه فود، يبقى هنا ايه فود فور بلانت ماكس فود فور بلانت. طيب تعالوا بقى نبص مع بعض كده ماكس فود فور ايه فور بلانت، تعالوا هنا بصوا مع بعض، هنا طبعا عندنا بيقول لك لوكس ليبس اون ايه اون ذا فارم، هنا عندي مليون بليون ووتر هاندل، الكلمه هنا الاود ايه ووتر،
لوتس فلاور ويت اورنج جوس ديزرت. هنا طبعا عندها ايه الكلمه اللي هتبقى المختلفه هي ايه؟ اورنج جوس، لان هنا المفروض ريد، وطبعا ديزرت هي البيئه اللي هم بيزرعوا فيها. هنا لوتس، لا المفروض هنا لوتس وفلاور، لوتس فلاور ريد، وطبعا المفروض ديزرت يعني على اساس انها صحراء، ان هم النباتات دي بتبقى مزروعه. يبقى هنا الاورنج جوس هي الايه؟ الاورنج تول هيفي بيجر لايت. طبعا الكلمه اللي هتبقى الارض اللي هي ايه؟ بيجر، يعني هي المختلفه ان هي اللي فيها اي ار، هم كلهم ما فيهمش اي ار. روتس داي ليفز فلاورز، كلمه داي. سليبرز سويب سليب هيلث، كلمه مختلفه ايه؟ ان هم اللي هي الاس دبليو والاس ال اللي احنا لسه واخدينها، هم سليبرز وسويب وسليب. طبعا كلمه مختلفه هيلث. ماي سيتي سبيس بليس تو ليف از ذا ايه؟ از ذا نايت از ايه؟ از ذا نايسست بليس تو ليف. طبعا ازاي؟ لان احنا قلنا احسن يعني الطف مدينه، يبقى هنا المفروض لو كان في اي ار كان في ذا تحط اي ار، يبقى ايه ذا نايسست. ادايزي از تولر سبيس لوتس، طبعا هنا عندك تولر هتحط لها ايه؟ ذا. سام سيتي سبيس باي اير، سام سام سيتس سام سيتس ايه؟ هنا ايه؟ مش هي فلوت، ما تنفعش فلوت. ترافل باي اير، ان هي بتمشي باي ايه؟ بالهواء، نوت ترو. بلانت از ميد اوف مليونز اوف ايه؟ سيلز، اللي هي بتاع ملايين الايه؟ الخلايا. توماتوز ار سبيس بيفور ذي ار ريد، هي كان احنا مثلا قايلين ايه؟ جرين. سبيس ميك بلانتس جرين. كلوروبلاست، اللي هي بتخلي البلانتس جرين ايه؟ كلوروبلاست، طبعا مش الروت ومش السيلز، هي كلوروبلاست. انا بقى اسيب لكم انتوا بقيه الاكسرسايز ده انتوا تحلوه، اللي هو الدرس اللي هو الكومبريهنشن دي، حلوه جربوا انتوا فكروا فيها. طبعا حل بس للبنكليت، طبعا احنا نعلم هنا طبعا الكلمه المفروض ان احنا نبدا كابيتال لتر، المفروض هنا ال دي لوكس اللي هو المفروض هنا كابيتال لتر، وامريكا هنا كابيتال لتر، المفروض هنا نحط ايه؟ فول ستوب. اوكي today I finished unit 3, next class I will start unit 4. thanks a lot until you meet again. Good.